أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مصر اليوم أعزائي المشاهدين تعودنا سويا أن نبدأ كلماتنا بكلمات المولى عز وجل <applause> ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحقيقة كلمات المولى عز وجل هي يعني هي كلمات بتسلج الصدور وانا امبارح قلت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بكررها النهارده تاني يا ايها العرب استمعوا الى كلام ربكم عندما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحقيقه الاتحاد يمنع وجود الثغرات ولكن التفر التفرقه بقى والتفرق والكلام ده بيؤدي الى وجود الثغرات هذا <applause> ما حدث وطبعا كل الكلام ده مخطط له يعني وجود قطر على سبيل المثال في الجسد العربي لها دور لها وظيفه ما هو دور قطر؟ دور قدر قطر أن تحدث فرقة بين العرب حتى يكون هناك ثغرات ينفذ منها أعداء العرب والحقيقة قطر أي بدورها عشر على عشر زي الكتاب ما بيقول الأمير القطري لما سافر إيران ده طبعا سافر بتكليف وراح قال كلمتين ورجع وبعدين راح العراق برضه بتكليف قال كلمتين ورجع هو فرحان حقيقة يعني كان سعيد قوي كانت الدنيا مش سايعاه علشان اتكلف بانه هو يشيل رسالتين في مقابل ده بينفذ كل حاجه اعمل لنا فتنه هنا يعمل شغل ادواتك الاعلاميه لاحداث حالة عدم اتحاد في الراي العام العربي يشغل الوطن العربي على صفيح ساخن وصلت او وصل هذا الصفيح الى درجه الاحمرار الشديد يعني الصفيح احمر يعني الارض نار لما نيجي نتوقف امام الكلمه دي نلاقي ان هذه الكلمه لم تحدث هباء وانما كان مخطط لها احد محاور الخطه فيها كانت قطر احداث الفتنه العربيه العربيه واحداث الفتنه الشعبيه الشعبيه يعني في البلد الواحده يعملوا فتنه داخل الشعب الواحد لان القضيه هنا التقسيم والتفرقه لان التقسيم والتفرقه هو عكس الاتحاد والاعتصام الحقيقه انا وانا قاعد بتفرج وبتابع الاوضاع يعني بينتابني حزن شديد لان الصوره واضحه علاج الامر ده كله واستقرار العرب ده كله بيتوقف على وحدته وحدتهم. اتحاد العربي. اتحاد شعبي. اتحاد بين الدول. اتحاد بين الحكومات والرؤساء. اتحاد في ايه؟ اتحاد في الراي. احنا ما بنقولش نعمل وحده عربيه لان ما فيش وحده عربيه. يعني احنا الحقيقه آه اذا تحدثنا عن وحده عربيه فاحنا بنتكلم وكأننا نحرث في الماء في الوقت اللي احنا فيه ده وده مخطط له خطة حملت واحنا بلعنا الطعم وما تشهده الأرض العربية وتتأثر به مصر تأثرا شديدا جدا هو نتيجة عدم الاتحاد هو نتيجة عدم وجود وحدة واللي لعب دور كمان مهم في القصة دي هو تطور وسائل الإعلام والتكنولوجيا والأقمار الصناعية والقنوات الفضائية وكله شغال بالبخ كل ده لعب دور في حزن الواحد فتتخيل تركيا ان هي قادرة على أن تقيم حلفا مع تونس والجزائر ضد مصر والامارات والسعوديه واغلبيه الشعب الليبي الغالبيه العظمى من الشعب الليبي الذي يؤيد المشير خليفه حفتر يعني ما هو الشعب الليبي؟ هو مجموعه من القبائل هذه القبائل كل قبيله بتضم عدد من الافراد بيكونوا في مجملهم وفي اجماليهم الشعب الليبي تسعين في الميه من الشعب الليبي مؤيد للواء خليفه حفتر اذا ان تسعين في الميه من ليبيا مؤيد للواء خليفه حفتر هل اللواء خليفه حفتر ده راجل بيقول انا عايز ادخل طرابلس عشان اعمل نفس رئيس جمهوريه لا طبعا الراجل بيتكلم كلام واضح وهو تحرير طرابلس من الارهاب وده واقع والعالم كله بيتكلم عنه لا احنا كوسائل اعلام مصريه ولا وسائل اعلام سعوديه ولا اماراتيه هما اللي بيتكلموا عنه ده العالم كله بيتكلم عنه وسائل الاعلام الفرنسيه الامريكيه الالمانيه كله بيتكلم على ان تم نقل ما يقرب او اكثر من حوالي 3000 داعشي من سوريا إلى ليبيا على مدار ثلاث سنين اللي كانت عمليات النقل كانت بمعرفه المخابرات التركيه والقطريه والتمويل الكلام ده انا قلته فالنهارده حضرتك لما تيجي تشوف موقف الشعب التونسي راف رفض وهب برافضا بل بالعكس ده لما رئيس البرلمان التونسي راح تركيا عاملين له مشكله في البرلمان اللي هو الغنوش وعايزين يسحبوا منه الثقه وتحقيقات والدنيا هيجي عليه داخل البرلمان موقف واضح في الجزائر مناورات العسكرية شغالة بقوة شديدة جدا بمجرد ما عرفوا من الاخ اردوغان الرئيس التركي مخيل اليه ان هو ممكن يستخدم الاراضي او المياه الجزائريه في عمليه محاولاته لاحتلال ليبيا ما هو اللي بيعمله اردوغان بيستهدف احتلال ليبيا زي ما احتل شمال سوريا المنطقه اللي هو بيقول عليها اللي بيامنها وبيعملها ده دخل في سوريا حوالي 30 كيلومتر او 50 كيلو وصل ادلب بشريط حدودي كامل مع تركيا احتل هذه الارض حدش بيتكلم عن احتلال اردوغان للاراضي السوريه طيب انا عندي راجل النهارده احتل الاراضي السوريه طيب اين المروءه العربيه وضحت وضحت في الشعب التونسي وضحت في الشعب الجزائري رفض. يعني في فرق بين ان نختلف يختلف العرب سويا وفي فرق بين ان ياتي احتلال يرغب في احتلال دولة عربية فيساعده العرب على احتلال الدولة العربية. ده استحالة يحصل وده اللي عكسه موقف الشعب التونسي وايضا موقف الشعب الجزائري ده واقع وسائل الاعلام الجزائريه اللهجه بتاعتها واللغه بتاعتها والصياغه الاعلاميه بتاعه القنوات الاعلاميه الجزائريه واضحه رفض التام للتدخل التركي في آه ليبيا في فرق بين ان الجزائر تتدخل في ليبيا دوله عربيه شقيقه داخله لمصلحه اشقاء عرب مؤتمر برلين ده انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان انا اتكلم عنه هذه الحلقه عندما يحدث تسريب للمستشاره الالمانيه ميركل عندما كانت تتحدث في الحزب الديمقراطي المسيحي الحزب اللي هي له في لقاء وتسرب ان الست غير متفائلة بهذا المؤتمر طيب في الحوار بيسألوها مش متفائلة ليه فقالت على بعض نقاط التي ستبحث في المؤتمر فلما انا قريت الكلام ده لقيت ان المستشاره الالمانيه عندها حق لان محطوط حدوته زي ما انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت الهدف منها ان يتساوى آآ 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 الارهاب بمحارب الارهاب هذه اول نقطه، ثاني نقطه ان يتساوى او تتساوى جماعه ارهابيه بتسيطر على عشره في الميه من الاراضي الليبيه بجيش وطني وبرلمان منتخب وطني بيسيطر على تسعين في الميه من الاراضي الليبيه مؤتمر برلين الاساسيات التي تحدثت عنها ميركل في لقائها داخل حزبات الديمقراطي المسيحي اه عايز يرجع الحدوته من الصفر. منع تدعيم الفرقتين بالسلاح، منع تدعيم مش عارف ايه، منع ايه، منع ايه، منع ايه، ويفضل الحال كما هو عليه، اذا ان هناك أيدي خفية واضحة جدا من أيام اتفاق الصخيرات بتهدف أن تستمر الأحوال في ليبيا كما هي وأنا قلت الكلام ده في 2014، 2015 قلت المخطط ان تكون ليبيا اكبر معسكر للارهاب في الوطن العربي. وقلت ايضا ان هناك خطه اخرى. قلت ادخلوا على النت وشوفوا كلامي. قلت ان هناك خطه اخرى ربما تتعرض لها ليبيا وهي تقسيم ليبيا الى دولتين. طيب الاهم عندما تستمع لوسائل الإعلام الفرنسية تجد أنهم يصفون المشير خليفة حفتر بقائد قوات شرق ليبيا. عندما تستمع لوسائل الإعلام الإنجليزية بيقولوا عليه اللواء المتقاعد خليفة حفتر. فده معناه بيعكس عدم الإتفاق الأوروبي في شأن الحدوتة اللي بيه طب احنا عايزين نقول للناس ايه الحدوتة بصراحة الحدوتة بصراحة أن هناك اتجاه هناك اتجاه يعني المشير خليفة حفتر بيسيطر على كل هذه المدن تبرق البيضه بنغازي أجلة زلنطة ولا زلنط طن زلن زلطن. زلطن دي انا مش عارف مش شايف الواحه كفره جوف والكبير مرزق سبها وباري غات أوهاري غدماس بني وليد سرت <applause> المشير حفتر الجيش الوطني الليبي مسيطر على كل ده طرابلس و... ونص مصراته تقريبا او جزء من مصراته هو اللي مش مسيطر عليه يعني هناك اه 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 احتمال ربما يكون فرض سيطرته الكاملة على اه مصراتة في اليومين اللي فاتوا طب انا واخد واحد معاه مدينة عايز اساويه بواحد او بدولة مسيطرة مش واحد بقى عايز اخد واحد مسيطر على مدينة اساويه مع دولة كاملة مسيطرة على كل مدنها اذا ان هناك ايدي خفي علشان كده المستشارة ميركل بتقول لا ترفعوا سقف الطموحات على مؤتمر برلين لأنها غير متفائلة بأن يخرج مؤتمر برلين بحل للقضية الليبية هو ما فيش قضية أصل يعني أنا شايف أن ما فيش قضية في ليبيا أساسا أنا شايف أن الشعب الدولة والشعب الليبي بيحارب الارهاب. فأنا بساوي الارهاب في ليبيا مع الدولة الليبية والشعب الليبي. يعني هو ده الموضوع. وطبعا اللي مديهم هذه الفرصة هو تعداد سكان ليبيا القليل. آه ليبيا فيها حوالي 6 مليون. إنما ليبيا دي لو 16 مليون ما كانوش عملوا ده. وانا اتكلمت قبل كده قلت ارض فوط ارض فوط دي هي بتمثل الجانب الغربي الشمالي شمال غرب ليبيا مع شرق تونس بكامله ارض فوط دي مفروض مفروض من وجهه نظر الاخوه اليهود اهل الكتاب اخوه المحترمين ان هيخرج منها من من يقوم بعمليات يعني انا بقول لكم وفقا للكلام الدارج دلوقتي اللي هو الكلام الارهابي وبتاع هيخرج منها مجموعه كبيره من الناس هتروح اوروبا تعمل ارهاب وتعمل مشاكل وان ده هيؤدي وعلى فكره دي رؤيه بيتفق فيها ايضا الاخوه المسيحيين ان ده هتبقى سببيه انشاء جيش اوروبا الموحد وده الكلام اللي اتكلم عنه ماكرون من حوالي شهر اثنين ثلاثه اربعه بقى سنتين منذ أن جاء رئيسا لفرنسا بعدها بشوية اتكلم عن إمكانية إنشاء جيش أوروبي أيدته ميركل رجع يتكلم تاني رجع يتحدث في موضوع حلف الناتو وإن حلف الناتو أصبح حلف يعني مش عارف إيه سبب وجوده وإن لابد أن يكون بديل حلف الناتو الجيش الأوروبي الكلام ده اتكلمه ماكرون انا من وجهه نظري بتاع الراجل الغلبان اللي بيفهمش حاجه ده بيقول ان الحدوته بتاعه ليبيا بيتم صناعتها بهذه الطريقه علشان تبقى سبب او سببيه بانشاء الجيش الاوروبي الموحد جيش الاوروبي الموحد ده احد علامات اخر الزمان عندما يتم انشاء من العلامات طيب انا علشان اعمل جيش اوروبي موحد لابد ان تكون هناك سببية ما هي السببية ان يصنع خطر في منطقة تؤدي بعد ذلك الى رفع الهمم و التحمس والحماس من الجانب الاوروبي لايه لانشاء جيش موحد الحقيقه ما عكسته ميركل في حديثها عن عدم تفاؤلها وهي مستشارة الألمانية المخضرمة سياسية تحكم ألمانيا بقى فترة بيخليني ازداد يعني رسوخ في تحليلي بان حدوته ليبيا دي لها اهداف احد اهم اهدافها ان تكون سببا في انشاء الجيش الاوروبي طيب لما انا اربط ما بين سوريا وليبيا أجد أن عملية الهجرة الغير شرعية عن طريق سوريا كبيرة وعملية الهجرة الغير شرعية عن طريق ليبيا برضو كبيرة يبقى المحورين بقى اللي هيؤدوا إلى إيه إلى تكوين رأي عام لدى الشعب الاوروبي هو ماكرون رمى الكلمه بتكوينة جيش اوروبي رماها صح طبعا على تفاعل وفي احزاب في فرنسا بتتكلم عنها واحزاب في المانيا احزاب في ايطاليا احزاب في اسكتلندا في اي حته في كل الدول الاوروبيه عمالين بيتكلموا عن في الكلام وكيفيه تحقيقه من خلال البرلمان الاوروبي من خلال الاتحاد الاوروبي والسوق الاوروبي المشترك انجلترا بره الحدود لان انجلترا هتدخل في تحالف مع امريكا مش هتكون عضو في الجيش الاوروبي خلي بالك من ده فسوريا وليبيا بالنسبه للمهندس الذي يهندس عمليه انشاء الجيش الاوروبي هم اكثر موقعين يساعدوا على خلق سببيه ويلعب الاعلام دوره داخل اوروبا فيساعد في تكوين راي عام شعبي مطالبا بهذا الامر وتبدا الخطوات في خلال عام هتبتدي تشوف هذه القصه اللي هي اه ارتفاع نغمه الانشاء الجيش الاوروبي وفي نهايه السنه ممكن تلاقيهم بداوا ينشؤوا فعلا يعني على اخر 2001 تقريبا من هنا تعرف ان 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 الدور الذي يلعبه رجب الطيب اردوغان هو دور مكلف به ولا يعلم حيثياته يعني هو مش عارف رجب الطيب اردوغان ان اللي هو شغال فيه ده هيبقى سبب في انشاء جيش لاوروبا طيب هو هل انشاء جيش لاوروبا في صالح اردوغان ولا ضد اردوغان طبعا ليس في صالح اردوغان وليس في صالح تركيا باسره خلي بالك لان الرئيس الامريكي ترامب لما طلع اتكلم اسمعوا الكلام اللي بقوله اسمعوا الكلام اللي بقوله لما طلع اتكلم في اخر تصريح له بعد ما ضربت ايران قاعده عين الاسد في العراق وقاعده اخرى في اربيل بعدد من الصواريخ هو طلع يقول ان مفيش عندنا خسائر بشريه تحدث عن دور حلف الناتو الناس قالت لك المحللين العزام. المحللين العظام المحللين العظام الكبار الجهابزة العمالقة طلعوا قالوا ايه قالوا ان ترامب قال هذا الامر لان الكونجرس هيمنعه من ان هو يتخذ اي اجراءات عسكرية ضد ايران فهو علشان خاطر يلتف على هذا الامر هيبتدي ياخد الاجراءات عن طريق حلف الناتو ده المحللين قالوا كده لا ترامب بيقول حلف الناتو علشان يحط حلف الناتو على مسرح العمليات فينعكس ان ليس له ضوء انه جثه هامده فيضرب مسمار تاني في نعشه انا بقول كلام ما بيقولوش حد يعني ما حدش متخيل الكلام اللي انا بقوله. ولا حد راضي يستوعب الكلام اللي انا بقوله. ولكن هو ده اللي جاي. هو ده اللي جاي لشكل اوروبا. هتقول لي طيب انت حضرتك عندك دليل؟ اه. ما انا قلت لكم ترامب وقلت الكلام اللي انا بقوله عندي ادله اخرى. ان النهارده امريكا بتزق اوروبا في اتجاه ان ان هي اللي تت ايه؟ تتصدر لايران. خلال المباحثات والحفاظ على المعاهدات اللي, اللي النووية والتزام الإيراني و و و و و واللي بيقوم بهذا الدور فرنسا وانجلترا وألمانيا ومعهم أيضا عدد من الدول الأوروبية وترامب رجع لورا أمريكا رجع ورا دلوقتي هناك عدد من الصواريخ عمال يتضرب على قواعد في العراق وفيها أمريكان بس هم فضوها يعني على مدار الاسبوع اللي فات مش حد بيتكلم والصواريخ بتتضرب من جوه العراق عن طريق ميليشيات ايران داخل العراق وترامب بيزق من الناحيه الثانيه ان اوروبا هي التي تتصدى لهذا الامر وحلف الناتو اللي بتمثل في اوروبا عدد كبير من اعضائه ولكن الجيش الامريكي هو اكبر جيش في حلف الناتو يليه الجيش التركي ليه مفيش حركه ما اجتمعش حتى يعني لم يجتمع لم يصدر اي تصريح يعني مش موجود مغيب لان الخطه محتاجه ان هو يفضل مغيب علشان تستكمل الخطه بتفكيك حلف الناتو وان يكون هناك البديل وهو الجيش الاوروبي لان لو تفكك حلف الناتو من غير سببيه تخوف اوروبا وتخوف الشعوب الاوروبيه مش هيتم عمل جيش اوروبي يبقى انا لازم اوجد سببيه الخوف لدى اوروبا ما بين سوريا وما بين ايه ليبيا علشان اعمل القصه بتاعه الجيش الاوروبي طبعا انا بقول لكم كلام لا سمعتوه في اي وسيله اعلام سواء مصريه ولا اجنبيه ولا اخوانيه من, من من المتخلفين اللي بيخربطوا مش فاهمين اي حاجه سليم ولا اي حد وانا اتحدى اذا حد من المحللين قال الكلام اللي انا بقوله اه لان هو ده اللي جاي هذا هو القادم وانتم تريدون معرفه القادم يعني ايه يا عم توفيق مشكله ليبيا لا هتطول مشكله ليبيا هتطول ما تتخيلوش انها هتتحل في القصه ولا بتاع ولا لا اولا هو ما سبش حكومه السراج تنهار امام آه البرلمان الليبي من خلال ان البرلمان الليبي هو اللي بيدي تعليماته للجيش الوطني الليبي علشان خاطر يدخل طرابلس هو دعم طيب دعم ازاي عشان تبقى العمليه عمليه آه شبه طريق راس الرجاء الصالح اللي هو نظام الاداره عن بعد ما هو كان ممكن يدعموا من إيطاليا. وهناك اتفاقية السخيرات. كان ممكن يدعموا من انجلترا. بحجة اتفاقية السخيرات. فرنسا ادعموا بحجة اتفاقية السخيرات. لأ مفيش حد من دول دعمه لأنه مش عايز دول يدعموه. إنما عايز طرف ثالث هو اللي يدخل يدعم علشان يحافظ على صمود الميليشيات الإرهابية في طرابلس امام الجيش الوطني الليبي فكان اردوغان هو المكلف يقوم بهذا الدور واللي يصرف تميم ابن امه تميم عشان كده انا بقول لكم وارجو ان الناس تسيبني اتكلم ما يحكروش على كلامي سيبني عايز اتكلم وانا بقول وجهه نظري مش عاجباك يا سيدي مال البحر حقيقة موضوع ليبيا مطول معانا شوية. ناس بتسأل على حرب، لا ما فيش حرب. أنا بقول لكم ما فيش حرب، ومش أنا أول واحد بيقول. دكتور سمير غطّاس قال هذا الكلام، عدد من المحللين الكبار دكتور سمير غطّاس عضو مجلس نواب شرفته بأنه كان زميل ليا. وأنا على علاقة شخصية بيه كرجل باحث متعمق في الشأن السياسي العربي والشرق الشرق اوسطي والعالمي اللي قنوات الاخوان شغال عليه مش عارف شغالين عليه ليه يعني رغم ان الكلام اللي قاله سمير غطاس لا علاقه له لا بالاخوان ولا بقنواتهم ولا بمجانينهم بس تقريبا مننا الواضح ان هم ما بيلاقوش حاجه يتكلموا فيها او مش فاهمين حاجه يعني هي دي الحقيقه يعني الواقع مش فاهمين حاجه فهات اي واحد يتكلم عليه وخلاص دكتور سمير غطاس قال ما فيش حر... لن تحارب مصر وانا قلت هذا الكلام من خلال لقائه مع واحد مذيع في قناه عربيه مش عارف اسمه الحقيقه عشان ما اعرفش اسم المذيع يعني بشوفه كله بس ما اخدش بالي يعني فالمهم قال هذا الكلام. طيب انا النهارده بكرر هذا الكلام وبأكد عليه. مفيش حرب في ليبيا. الناس اللي مخيل اليها ان مصر هتدخل تحارب في ليبيا لا. وأرجو الا يكون هناك ربط بين المناورات العسكريه اللي بتعملها مصر وبين ما يحدث في ليبيا. ده ملوش علاقه بده. ده له علاقة واحدة بس وأنا قلتها قبل كده وباكد عليها وبكررها أن إظهار القدرة والسيطرة العسكرية يؤدي إلى عدم اندلاع حرب يبقى كل المناورات دي اللي بتعملها مصر سواء كانت قادر 2020 أو والتي انتهت بافتتاح قاعدة برنيس العملاقة في جنوب شرق مصر البحريه والجويه واللي هي فيها كل الجيش يعني ده ايه ده بيعكس القدرات العسكريه المصريه القويه القادره على تنفيذ اي مهام في اي لحظه وفي اي توقيت ايا كان فيؤدي الى ان العدو بتاع العرب وانا بتكلم بقول عدو العرب اولا ثم عدو مصر ثانيا يرجع 300 خطوة لورا قبل ما يفكر انه يدخل حرب فنجد ان رجب الطيب اردوغان بعت ميليشيات الى ليبيا علشان خاطر يحول الموضوع في طرابلس الى حرب عصابات بعد ما قال لك ابعد قوات والقوات بتجهز وبتركب المراكب وبتركب الطائرات وبتركب السلاحف وبتركب الحمير وبتركب الجمال ومتجهة الى ليبيا قال لك 35 واحد بس هو مستشارين عسكري لانه عرف ان هو مش يعني هيسقط يعني رايح يسقط مضاف إن إن, ان 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 الشعب التركي ذاته الشعب التركي ذاته واخد بالك رافض هذه الحدود استطلاعات الراي بتقول ان ما بين 60 الى 70% من الشعب التركي رافض التدخل التركي في ليبيا بقوات عسكريه خلاص يا عمامه الناس عايزه تسمع الكلام بناء عليه انا بوضح هذا الامر بقول له هذه الحدود الدنيا في هذا المكان كيف تسير قصه ليبيا مطوله برضه طيب مطوله على اساس حرب ولا على اساس سلام ولا على اساس حاله استرخاء ولا على اساس حاله الله حرب ولا سلم كل دول في بعض كده هيؤدي الى استمرار الوضع في ليبيا شويه يعني ده قصه ليبيا دي مش هتخلص قبل انشاء الجيش الاوروبي بعد ما يتم انشاء الجيش الاوروبي تخلص قصه ليبيا وقصه سوريا كمان ما هو لو كانت خلصت قصه سوريا يبقى هتخلص قصه ليبيا خلي بالك من ده لأن ارتباطه يعني واضح وصيق جدا وأنا وضحته الحلقة اللي فاتت. لو خلصت قصة سوريا يبقى هتخلص قصة ليبيا. طيب قصة سوريا ما خلصت ايه؟ يا أخويا يبقى قصة ليبيا مش هتخلص مش هتخلص. لا مؤتمر برلين طب ما سوريا اتعمل لها 950 مؤتمر. خلص حاجة؟ نفس النظام ليبيا هيتعمل لها 950 هي وخمسين ويفضل الوضع زي ما لان السببيه انا شرحتها لكم ووضحت لكم الامر يعني انتوا دلوقتي قاعدين عارفين ايه اللي هيحصل الاسبوع الجاي وده المحته صاحبه الدعم هم بقى كانوا عايزين يعملوا ايه يعني ما هو يعني مؤتمر برلين ده كانوا هم عايزين يطلعوا منه جماعه اعداء العرب عايزين يطلعوا منه بتحقيق انتصارات على الارض سياسيه لا علاقه لها بالعمل العسكري فيعملوا ايه عايزين يعملوا انشقاق وخلاف واختلاف ما بين مصر والجزائر وتونس ومصر يعني الامارات والسعوديه ومصر اه ليه بقى هما هم خيل اليهم ان الشعب التونسي هيقول لك اصل الع... زين العابدين بن علي كان راح قاعد في السعوديه احنا نقف ضده وخيل اليهم ان الجزائر هتقول اصل مصر كنا بنلعب ماتش كره قدم اختلفنا فنقف ضده كلام هايف اذا كان الشعب التونسي بيقول لك ماذا قدمت الثوره لنا حتى الان ما فيش عنده رضا نفسي عن القصه ولكن عنده انتماء عربي وقومية عربية فوق الجميع وفوق الهيافات فهم كانوا داخلين عن طريق الهياف فتحطمت هذه الفتنة على جدار الشعب التونسي وعلى قلب الجيش الجزائري تم تحطيم والشعب الجزائري أيضا فشفنا المناورات بتاعت الجيش الجزائري شفنا الرفض بتاع الجيش بتاع الشعب التونسي وبرلمانه اللي الاخوان بيمثلوا فيه أغلبهم مش عارفين يعملوا حاجه يبقى هي دي الصوره اللي حضرتك ما بتسمعهاش في اي وسيله اعلام ولا مش هتسمعها الحقيقه ليه روسيا وزنت الامر وفقا للمصالح الروسيه الكبرى عشان تبقى فاهم وفي نفس الوقت احدثت توازن لنفسها يعني روسيا عملت توازن لنفسها وبرضو في نفس الإطار إن المشكلة ما تخلاش إيه هو بقى؟ أولا روسيا عندها خط أنابيب بيعدي من تركيا أنابيب الغاز اللي راح أوروبا طيب يبقى هنا مصالح وبعدين روسيا عندها برضه مصالح مع تركيا في قصة سوريا والاتفاقات والقصة اللي بتحصل في إدلب دلوقتي وفي شمال سوريا والحفاظ على النظام الايه؟ السوري. طيب الاخ رجب الطيب اردوغان بيقول لك انا لا اتعامل مع انظمه غير شرعيه واتعامل مع الحكومه الوفاق المعترف بها دوليا. ماشي يا عم امين وموافقين. طيب انت في سوريا تعاملت مع الرئيس بشار الاسد ولا تعاملت مع الميليشيات؟ ما ترد يا رجب في سوريا كان تعاملك مع الرئيس السوري المعترف به عالميا ودوليا وشعبيا ويجلس على كرسي حكم سوريا ولا رحت اتعاملت مع الميليشيات؟ ما هو هنا بقى بيهجص في دماغه ان الناس مش واخده بالها لا, لا في سوريا يا عم الحاج راح اتعامل مع الميليشيات وفي ليبيا بيقول لك ما تعاملش مع مليشيات، اتعامل مع الحقوق ليه لان ده راجل بياكل بميكيا بميكيالين لانه اداه من الادوات جاي ينفذ مهمه لملك الاقتصاد انتوا عارفين طبعا من هو ملك الاقتصاد في الارض المتحكم في اقتصاد الارض اللي بيلعب في اقتصاد الارض النهارده حضراتكم تعرفوه فده جاي ينفذ له مهم مين بقى عمنا رجب الطيب اردوغان شفت شاف القصه ماشيه ازاي قال وداخل فارد قوي وشدد قلوعه قوي ويا سلام يقول لك داخل سوريا وليبيا وانا الخليفه وانا اردوغان ماشي يا عم على دماغنا من فوق بس مش هتنصب علينا ما احنا شايفينك اهو اتعاملت في سوريا ازاي وبتعامل في ليبيا ازاي هنا بتقول اتعامل مع الحكومة الشرعية في ليبيا وفي سوريا بتتعامل مع الارهابيين وتطلع تصريحات غريبة جدا اطلع فاصل وارجع تاني النهارده الوضع في الوطن العربي غريب جدا. مواقف غريبه يعني. تلاقي دوله زي الامارات العربيه المتحده دوله داعمه لكل الدول العربيه التي تحدث فيها مشكله. الله يبارك لهم والله ينصرهم والله يزيدهم من نعيم الله. اه والله. دولة الامارات العربيه كلها شعبا وحكومة وإمارات موقف محتار الهدف منه الحفاظ على الجنس العربي تلاقي دولة زي قطر واخد العكس العكس بكل قوة إحداث الفتنة العربية العربية إحداث الفتنة داخل الدولة العربية الواحدة والمثال في ليبيا بتزق ورا وقفه ورا حكومه الوفاق لان هي اساسا دي مهمتها وهي من احد اهم الدول اللي شاركت في خراب ليبيا ووصول الامر في ليبيا الى ما نحن فيه وسيستمر مش اقل من سنه او اتنين كلام طيب واضح انا بتكلم وانا اعلم ان هناك مؤتمر في برلين وانا بقول توقعات وهذه توقعات والله اعلم ممكن اطلع ممكن المؤتمر ينجح خلي بال ده احتمال برضه وارد يعني بس انا بقول لك رؤيتي انا العاهل الاردني شوف الكلام بقى انا بحب الراجل ده وما تسالنيش بحبه ليه جلاله الملك عبد الله بن الحسين الشريف قال امام الـ أمام الـ البرلمان الاوروبي قال الاتي انا اقول بس كلمتين قال دعونا ننتقل الى ما يحدث اليوم والى المواجهه الاخيره بين الولايات المتحده وبين ايران تمام والتي ربما تؤدي الى حرب شامله في الشرق الاوسط. ما قالش ربما. حذر من حرب شامله وفوضى لا توصف في منطقة الشرق الأوسط لما الملك عبد الله اسمع لعبد الله خد من الله واسمع لعبد الله اسمع الكلام عندما يقول جلالة الملك عبد الله بن الحسين هذا الكلام فهو قادم فهو قادم إن لم تحدث تغيرات جذرية في العلاقات العربية العربية من هذه الفرقة إلى الوحدة إذا حصلت وحدة لابد أن نبادر في رؤساء عرب زعلانين من بعض يا أخي هو يكون أكثر من السادات واسرائيل مش معقول السادات بادر وذهب الى القدس وذهب الى الكنيسه ذاته وذهب الى اسرائيل لكي توقع مصر معاهده سلام وتحصل على كامل الارض ويضع الاسس التي تستكمل عليها المفاوضات السلام العربيه الاسرائيليه والتي بالفعل استطاع الرئيس الـ السابق الـ الاسبق محمد حسني مبارك ان يستكملها ووصل الى مؤتمر اوسلو الذي عقد بين الفلسطينيين والاسرائيليين وحصلت فلسطين على الحكم الذاتي. هيكون أكثر. من ده مش اكتر اذا ان لابد ان يكون هناك مبادره يعني توفيق عكاشه زعلان من حسين عبد الله يطلع يروح على حسين عبد الله او العكس او حسين عبد الله زعلان من توفيق عكاشه يبادر ويروح له لان في النهايه نحن عرب تجمعنا يجمعنا رحم واحد يجمعنا دين واحد تجمعنا لغه واحده تجمعنا ارض واحده فرقها الاستعمار بخطوط جغرافيه كده مش ايه ان عز الاطرش زعلان من من عصام عقيل يعني عز هو اللي زعلان مش عيب انه يروح لعصام؟ عاد. المهم ان ينتهي الامر ده بنسميه ايه؟ المبادره آه. يعني انا لو الرئيس حفظ... لو الرئيس بشار الاسد قام بجوله عربيه ينتهي الامر يروح يزور كل الدول العربيه اللي هو زعلان منه هو اللي يبادر لإسقاط المؤامرة وهكذا هنروح نشوف الأخبار وأهم ما جاء في صحافة هذا الأسبوع وارجع لحضراتكم تاني طبعا احنا على اعتاب الانتخابات الامريكيه الرئاسيه صح دايما بيبقى في قبل اه الانتخابات الامريكيه الرئاسيه بيبقى في شغل امريكاني من خلال اه التوازن الذي يحاول المرشح اذا كان هو رئيس الدوله اه يعمل توازن ما بين السياسه الخارجيه والداخليه بحيث ان هو يحصل على اكبر نسبه رضا من الشعب. علشان كده بنلاقي السياسه الامريكيه دايما قبل الانتخابات الرئاسيه هاديه شويه. وهو ده اللي احنا شايفينه خلال الفتره دي بالرغم من العمليه اللي عملها الامريكان و يعني قتل قاسم سليماني الله يرحمه يعني انا بختلف معاه ولكنه رحمه الله اصبح في دار الحق ونحن في دار الباطل فمش عايز اتكلم عنه من هنا نفهم غياب الامريكان عن عدد من العمليات السياسيه العالمية وتحديدا في الشرق الاوسط او تراجعهم الى حد ما ولكن هم يقومون بادوارهم من خلف الستار كلام واضح علشان نشوف الحاجات دي انا نتكلم فيها طبعا عاملين لها تقرير ولكن لازم نروح ليبيا برضو نشوف الاوضاع في ليبيا ايه على الارض ونرجع لحضراتكم تاني انا على حاجه بسيطه جدا لو كانت النوايا خالصه في انهاء موضوع ليبيا اولا الوضع الاجتماعي في ليبيا بيختلف كل الاختلاف عن الوضع الاجتماعي في سوريا يعني الجغرافيا السكانيه في ليبيا بتختلف عن الجغرافيا السكانيه في سوريا ليبيا شعب واحد بعرق واحد عرق واحد يعني بدين واحد بطائفه واحد لا يوجد خلافات طائفيه ولا عرقيه زي مصر طيب لو احنا نادينا بانتخابات رئاسية في ليبيا تحت اشراف الامم المتحدة والمجتمع الدولي الشعب الليبي يختبر ر... يختار الرئيس بتاعه انتخابات حرة نزيهة يفرز الشعب الليبي ما يراه صالحاً لقيادته خلال المرحله القادمه نسيب السراج زي ما هو ونسيب حفتر زي ما هو ونعمل الانتخابات تحت اشراف دولي واعضاء لجان عرب يعني ننتدب من عمان دوله حياديه المشرفين ومن الاردن ننتدب مجموعه من الاردن ومن عمان يبقى هم دول اعضاء اللجان تحت اشراف دولي وفي ظل حراسه دوليه ونطالب باجراء انتخابات رئيس نجح الرئيس ايا كان هذا الرئيس يبقى احنا وضعنا نقطه ارتكاز سياسيه قويه جدا هيستطيع الرئيس بقى بامر الشعب وباسم الشعب وبشرعيه الشعب انه يقرر ما يريده الشعب الليبي ده لو النية خالصة إنما بقى لو النية خالصة المؤتمر برلين مثلا أو لإنهاء المشكلة الليبية إنما هي النية مش خالصة لأن هو المفروض الموضوع يطول طب أنا عايز أحل موضوع ليبيا بكرة أحله بالطريقة دي طب ما أنا عملت برلمان في ليبيا من خلال انتخابات نزيه أفرزت آه الوسطيين اللي نجح الوسطيين والاخوان خدوا لهم شويه كراسي كده تلات اربع كراسي يعني حوالي تلت المجلس بينما تلتين المجلس اللي هما ضد الاخوان. بقياده وبرئاسه المستشار عقيله صالح. طب انا لو عملت انتخابات رئاسيه في ليبيا ايه اللي هيحصل؟ هيجي الرئيس هيصدر قرارات الذي لا يلتزم بهذه القرارات بقى يبقى في وضع تاني بقى طبعا الرئيس عنده جيش وطني لازم هيصدر قرارات تجاه هذا الجيش الرئيس عنده حكومه بيديرها السراج لازم هيصدر قرارات تجاه هذه الحكومه وهذا بأمر الشعب انما الحدوته مفيش فانيه خالص عاملين مجلس اعلى ومجلس رئاسه طب مين اللي عمل مجلس الرئاسي الاعلى ده اللي بيرقصه واحد اخوانجي هل الشعب انتخبه يقولك لك اتفاقيه الصخيرات طيب هل هل النهارده حضرتك بتعلي الفرض الدولي على الفرض الشعبي يقولك لك انها دوله فاشله طب هي دلوقتي ما تعتبرش دوله فاشله دولة فيها منطقة واحدة بس فاشلة اللي هي طرابلس. أما ما تبقى من جميع ربوع ليبيا فهو تحت حكم الجيش والأمن الليبي. تلاقيهم في الاتفاقية بتاع مؤتمر برلين ما بيتعاملوش على إنه جيش، ده بيتعاملوا على إن دي ميليشيات ودي ميليشيات. الله! أمال البرلمان المنتخب اللي موجود في طبرق ده اللي الأغلبية بتاعته موجودة في طبرق. وهي اللي, اللي اللي سنت القانون وهي اللي وصفت هؤلاء الرجال بأنهم هم الجيش الوطني الليبي. يعني بعد يعني البرلمان ده مش شرعي؟ ما هو شرعي ومعترف به طيب ليه انت ما انتش عايز تاخد توصيف البرلمان للجيش الليبي بيبو... والاعتراف به وبتحطه في خلال مسودتك او في خلال يعني تخيلاتك اللي راح مؤتمر برلين ان دي ميليشيات ودي ميليشيات بيقول لك انشاء امن وطن وانشاء جيش وطن الله 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 الله, الله. تقوم تربط الكلام ده بايه؟ بالكلام اللي قالته او اللي بيقوله الاعلام الفرنسي وبيوصف بيه خليفه حفتر وانا قلت الكلام ده قبل كده بأنه قائد قوات الشرق يبقى في قوات في الشرق وفي قوات في الغرب كل التحاليل اللي انا عمال اقولها لك والفرضيات اللي بفرضها لك دي على اساس ان حضرتك تاخد بالك من الكلام اللي انا قلته قبل كده وتتاكد ان التحليل اللي انا قلته قبل كده هو ده الاتجاه اللي هم رايحين له فانت قاعد دلوقتي عارف ايه اللي هيحصل. نروح من الغرب للشرق ايران الاوضاع في ايران الداخليه في غايه السوء مظاهرات كاسحه في ايران. ليه الشعب الايراني انتفض وخرج؟ لان الجيش الايراني وهو بيضرب صواريخ على العراق ضرب طيارة مدنية بتاعت رومانيا أدت إلى تدمير الطيارة ووفاة 180 راكب اللي من إيران واللي من أوروبا واللي من آسيا عدد من الجنسيات فالشعب الإيراني هاك الشعب الإيراني هاك في معلومات بتقول ان قطر عرضت على ايران انها تدفع تعويضات الطيار بتعليمات من جهة ما هذا آه العملية ادارة بقى طيب ليه الوضع في ايران كده لان كل اللي بيخرج يتكلم عن القوة الايرانية والجيش الايراني والصواريخ الايرانية والتهديدات الايرانية كل ده كرتون صدقوني كله صناعة زي صناعة افلام هليوت كده هما مش قالوا على صدام حسين القوة الخامسة في العالم والقوة الرابعة في العالم واقوى جيش في الارض وهو ويملك من الأسلحة ويملك 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 وتاني يوم الصبح ملقناش في جيش خالص ولا ضرب طلقة حتى نفس النظام الإيراني ولكن هو شغال مع إيران بطريقة مختلفة ألا وهي إنه شغال تفكيك داخلي علشان ما يتعبوش لما يفكك خارجي يعني لما يطيح بهذا النظام طب هو هيطيح بهذا النظام امتى مش عارف وممكن ما يطيحش بيه الحدوتة دي بتستغل في الانتخابات الامريكية استغلها الرئيس ترامب كراجل مرشح حقه انه يلعب بالاوراق السياسية علشان يفوز في الانتخابات فاستخدم عملية قاسم سليماني رافعت شعبيته عند الامريكان اكتر ما هي يعني نشوف مع بعض هذا التقرير اللي بيتكلم عن المحاكمة التي لا تسمن لا تغني ولا تسمن من جوه لا بتغني ولا بتشبع خال أونطة يعني نشوف المحاكمة اللي شغالة في امريكا دلوقتي للرئيس الامريكي يا رجعت لحضراتكوا تاني يعني يا ريت التقرير يكون وضح الحدوته والحقيقه هو كويس ولكن انا عايز ابدي اعتذاري ان انا غلطت في كلمه رومانيا واوكرانيا لما قلت ان الطائره التي وقعت فوق ايران رومانيه لا طبعا انا اسف هو غلطه لسان يعني هي الطائره الاوكرانيه التي توفى كل من فيها 180 واحد ما بين اوكراني وما بين ايراني وما بين عدد من الجنسيات المختلفة أطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني انتظرون حقيقة أنا عايز أتكلم في موضوع داخلي مهم جدا وهو إقامة القواعد العسكرية في مصر طبعا احنا عارفين ان على مدار فترة زمنية طويلة كان الاهتمام في مصر بالجبهة الشرقية وكان قواعدنا وقوتنا و و و و دايما بتبقى مهتمة اهتمام شديد بالجبهة الشرقية طبعا هناك تغير نحن نهتم بالجبهة الشرقية ولكن هذا يجعلنا ايضا نهتم بالجبهه الغربيه وبالجبهه الجنوبيه لان النهارده الاخطار اصبحت بتحيط مصر من كل الجهات فلازم تكون او لازم يكون توزيع القوات وتمركز القوات مناسب للخطر الذي يداهم مصر أو تتعرض له مصر ما ينفعش أحط البيض كله في سلة واحدة بينما الخطر جاي لي من عدة جوانب عندي خطر غربي عندي خطر جنوبي عندي خطر شرقي لازم يبقى في توزيع لهذه المهام الحقيقة من هنا كان إعادة تطوير وإنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية التي تضم قوات قادره على العمليات في اي لحظه في المنطقه الغربيه ايضا المنطقه الجنوبيه الشرقيه وايضا البحر الاحمر الذي لابد ان يكون مؤمنا تامينا شديدا فكان هناك الاسطول الشمالي اللي موجود في البحر الابيض قوات البحريه لا اسطول شمالي في البحر الابيض واسطول جنوبي في البحر الاحمر وده لاول مره في تاريخ مصر في ظل قياده الرئيس السيسي ان يكون هناك اسطولين شمالي وجنوبي وده ليس رفاهيه انما الظروف التي تعيش فيها المنطقه والتي نعيش فيها نحن جميعنا العرب هي التي تتطلب هذا الامر وعليكم أن تعودوا إلى كلمات سابقة قد ذكرتها منذ أعوام خمس ست سنين قلت سيأتي يوم تنتشر فيه الجيش ينتشر فيه الجيش المصري وتنتشر فيه القوات المصرية لحماية جنسها العربي فاكرين الكلام اللي أنا قلته؟ الكلام ده جاي جاي بعد سنة بعد اتنين بعد ثلاثة ولكنه قادم لأن الذي سيتولى لواء الدفاع عن الجنس العربي بأكمله هي مصر لأن الجنس العربي خرج من بطن مصر وسيرد الشيء لأصله ستقف الأم مسؤوله عن الدفاع عن كامل أبنائه علشان كده أنا عايز حضراتكم تيجوا معايا نروح نشوف قاعدة برنيس العسكرية التي أفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد نائب الرئيس أولي عهد أبو ظب يوم الأربع اللي فات الحقيقة مفخرة للمصريين ومفخرة للعرب نشوفها مع بعض ونرجع لحضراتكوا تاني لا سلام بغير القوه ولا قوه الا لمن يملكون السلاح وحدهم الاقوياء هم من يفرضون الكلمه بتمام الاستعداد بالكفاءه القتاليه والطفره التسليحيه وبناء القواعد العسكريه هم العازمون على التحدي القادرون على التسلط برا وبحرا وجورا أولئك هم القادرون على حماية أمن مصر القومي ضد أي اعتداء خارجي بعزيمة الرجال والإيمان بالله والقوة والسلاح هكذا تبنى الدول فوق دعائم القوه الصلبه وسط تلاحم شعبي واصطفاف عسكري وتاهب قتالي دائم لردع اي عدوان يهدد امن مصر وشعبها العظيم واليوم يتحقق وعد القياده السياسيه والقياده العامه للقوات المسلحه بالانتهاء من إنشاء قاعدة برنيس العسكرية حفاظا على مقدرات واستحقاقات الأمة المصرية على طول سواحل البحر الأحمر وحدود مصر الجنوبية على مساحة 150 ألف فدان انطلاقة عسكرية تليق بجيش وطني أبي لم يتوانى عن تطوير منظومته التسليحية والارتقاء بها الى اعلى معدلات الكفاءه القتاليه. هكذا يحق لمصر ان تفاخر بما وصلت اليه قواتها المسلحه بين اكبر جيوش العالم. وتضم قاعده برنيس العسكريه في شقها الجوي عددا من الممرات كلا بطول 3000 متر وعرض يتراوح من 30 مترا الى 45 مترا. وعدد اثنين طلبة بالإضافة إلى عدد من دشم الطائرات بقوة تحصين كبيرة كما تضم هنجرا عاما لصيانة وإصلاح الطائرات ومنطقة فنية تضم خمسة وأربعين مبنى ومنطقة إدارية بإجمالي واحد وخمسين مبنى يبقى التكامل عنوانا رئيسيا لانظمه التسليح بقاعده برنيس العسكريه وسط اسلوب يعد الامثل في تنظيم التعاون بين كافه عناصر قواتنا المسلحه من الوحدات الميكانيكيه والمدرعه وعناصر الاشاره والحرب الالكترونيه ووحدات المراقبه بالنظر والوحدات الاداريه وذلك تحت ستر عناصر الدفاع الجوي. التي تقوم بتنفيذ مهامها بالتعاون مع القوات الجوية والقوات البحرية. وتتنوع المنشآت العسكرية لقاعدة برنيس العسكرية. لتشمل في شقها البحري رصيفا حربيا بطول ألف متر وعمق أربعة عشر مترا بما يلبي متطلبات الوحدة البحرية ذات الغاطس الكبير كحاملات الطائرات والغواصات والفرقاطات هذا فضلا عن بناء العديد من ميادين الرماية والتدريب لجميع الأسلحة وعدد من المنشآت الإدارية والسكنية. وجرى العمل على إنشاء ميناء تجاري سيحوي عددا من الأرصفة بطول 1200 متر وعمق 17 مترا، وعددا من المنشآت الخدمية. ووسط تعاظم آليات الردع والهجوم، يبقى الفرد المقاتل محور الارتكاز. لإنجاز كافة مهامه القتالية بأعلى معدلات الكفاءة والاحترافية. انعكس ذلك بوضوح من القيادة العامة للقوات المسلحة التي وضعت الفرد المقاتل في صدارة الاهتمام بالتدريبات القتالية والرعاية البدنية فضلا عن الرعاية الطبية من خلال مستشفى عسكري مجهز بأحدث الوسائل والمعدات الطبية وغرف العمليات. ويضم خمسين سريرا وتتنوع كيانات قاعدة برنيس العسكرية لتضم العديد من المنشآت الخدمية ومنها محطة تحلية لمياه البحر بطاقة ثلاثة آلاف وأربعمائة متر مكعب في اليوم وقد تم ربط كافة المنشآت بشبكة من الطرق الرئيسية بإجمالي أطوال تصل إلى أربعين كيلو مترا هذا بالإضافة إلى الطرق الداخلية بقاعدة برنيس العسكرية بأطوال تصل إلى مئة وعشرة كيلو متر مع تنفيذ أعمال الشبكات والمرافق والأسوار والبوابات وتنسيق الموقع العام وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية لمجابهة مخاطر السيول ومن الاهداف الاستراتيجيه لقاعده برنيس العسكريه تامين وحمايه السواحل المصريه الجنوبيه وحمايه الاستثمارات الاقتصاديه والثروات الطبيعيه ومواجهه التحديات الامنيه في نطاق البحر الاحمر وتامين حركه الملاحه العالميه عبر محور الحركه من البحر الاحمر حتى قناه السويس والمناطق الاقتصاديه المرتبطه بها والتي تعد جزءا اساسيا من رؤيه مصر المستقبليه 20, 30. وإلى جانب منشآتها العسكرية تضم قاعدة برنيس مطارا مدنيا يتكون من ممر بطول 3650 مترا وعرض 60 مترا وترمك مدني يتسع لنحو ثمان طائرات وصالة ركاب لاستيعاب 600 راكب في الساعة وبرجا للمراقبة بارتفاع ثمانيه وخمسين مترا وسبعه واربعين منشا فنيا واداريا وخدميا نجابه التحدي بالرضع والمواجهه نسعى للسلام لمن اراد بالسلم ان يهتدي مستعينين بالله وبقواتنا المسلحه المصريه لحمايه امننا القومي مهما كانت التحديات قاعده برنيس العسكريه القوه والسلاح الحقيقة حاجه مشرفه يعني الواحد يحب يتفرج عليها كل يوم وفي نكته عايز اقول لكم عليها مش عارف هي نكته ولا هو على فكره موضوع حصل بجد بس انا عايز يعني اعمل له مسمى نكته ممكن يكون كان شارب كاسين يعني ما عندوش خريطه ما يعرفش الخرايط إيه لسه عايش في بلاد الواء اي حاجه من دي هي وزير الدفاع التركي وزير الدفاع التركي قال تصريح غريب جدا بامانه انا مش عارف يعني قالوا ازاي محدش غششه طب هو تعليمه كده طب قال التصريح ده على قد تعليمه مثلا انا معرفش بيقولك ايه بيقولك قال وزير الدفاع التركي خلوصي اكار يوم الاربعاء ان تركيا بتسعى جاهده لانهاء العنف في كل من ادلب وليبيا بحل سياسي وقال ان ليبيا جاره تركيا ليبيا وتركيا جيران لكن مصر ليست جاره لليبيا تخيل ورحمه ابوي والله حصل قال ان مصر ليست جاره الليبي اه والله والله العظيم اهو والله بهزرش ولا بقول كلام يعني بسف ولا حاجه وزير الدفاع التركي ليبيا جارتنا عبر البحر وليست جاره لمصر والسعوديه الامارات اعمل ايه بقى ارمي النضاره كده ولا اعمل ايه يعني هل هناك استخفاف بعد هذا الاستخفاف ايه يا عم خلوص ده انت ما حصلتش خلوص بتاع الاعلان بتاع الغساله والله في اعلان غسالات كده اسمه خلوص ده انت ما حصلتوش حد لما الواد وقع وهو بيشغل غساله ما عندكش خرايط ولا تعليمه ما تعليمه على قد كده ما بقولك كل واحد على قد علامه عندنا في البلد نقول ايه كل واحد على قد علامه فهو تقريبا ده علامه بهذه النكته الظريفه اللي انتوا بتضحكوا عليها بقى نختتم هذه الحلقه في هذه الليله الجمعه ونقول كما تعودنا ربنا اجعل ما قلناه من حديث ما بين افتتاح بان يفتح ربنا بالحق بيننا وبينكم الى ان اقول كلمات القران الاخيره يكون كل حق في حق ورساله توضيحيه تثقيفية تنويريه تؤدي الى ان الشعب المصري يكون عالما بكل ما يدور على الارض حوله فكما بداتها بكلمات الله اختتمها بكلمات الله ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد استودعكم في حفظ الله رعايته على أمل أن ألتقي بكم الأسبوع القادم إن شاء الله صباح الخير